أنا الطالب عبد الرحمن علي ديرشة، طالب في جامعة هرمود كلية الشريعة والقيادة. جامعة هرمود جامعة مباركة عموما وخصوصا في هذه الكلية، وأهدي إليها عبارات الشكر والتقدير للتعبير عن جهودها المبذولة نحو تجاه خدمة المجتمع. من الأسباب التي أدت علي إلى اختيار هذه الكلية لما رأيت أن شبان هذا البلد منشغلين باستثمار تعاليم دنيوي، علمت أن الفلاح والنجاح في تحقيق الشريعة والقيادة، لأن الشريعة هي المصطلح الإسلامي الذي يشير إلى ما شرعه الله لعباده من الأوامر والنواهي. أخيراً كنصيحة لأصحابي في الجامعة، عليكم بالجد والاجتهاد والمثابرة في تحصيل هذه المرتبة الشريفة، فأنتم لنا قادة في المستقبل القريب. وأما من يريد الالتحاق في هذه الجامعة أقول له تعال كي لا تفوتك الفرصة، فهنا الجد والاجتهاد، وهنا العلم والعمل، وهنا الشريعة والقيادة. My name is Aisha Ahmed Ali and I'm a student at Hormuz University. I was born and raised in Denmark. I joined Hormuz University a few months ago and I'm looking forward to many more years of knowledge and practice. The faculty I'm currently studying is Business Administration. The majority of women slash girls in Somalia study health science, but I personally think that we need more girls in the business field so that we can cooperate with the outer world and that we can show our strength, and not only men are dedicated for this job. اسمي فتحية حسين يوسف، من مواليد السعودية، وقد أكملت دراستي إلى الثانوية هناك، وحالياً طالبة في جامعة هرمود في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وأتخصص في المصرفية والتمويل الإسلامي. ولقد اخترت هذا التخصص لرغبتي في معرفة أسرار البنوك الإسلامية وكيف تتم رقابة البنوك المركزية الربوية على البنوك الإسلامية الغير ربوية، ولمعرفة وكيف تتعامل البنوك مع شراء العملات الرقمية مثل البيتكوين واللاتكوين وغيرها العديد من العملات. ونظرا للارتباط الوثيق بين البنوك والاقتصاد، فإن وجود جيل واعي ومثقف في دراسة هذا المجال سيكون له الفضل الرئيسي في تطوير واقتصاد الدولة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Hassan Ali Mahmoud. I'm a student at Hormuz University, Faculty of Sharia and Leadership. I didn't live here. I came from out of our country. I chose this faculty and due to its bright future. It helps you to be a Muslim who knows both of his dunya and akhira. And I believe that our Somali nation need to be more educated about the religious side because it will fix a lot of problems that our country is facing today. And I would like to advise my faculty students and other students who are planning to join our faculty that they keep going on their journey. There's a lot of challenges to face, but on the other hand, the opportunities are much more to hold on and never give up. اسمي شافع محمد عبدي، طالب في جامعة هرمود بكلية الشريعة والقيادة. فاختياري لهذه الكلية يعود إلى أمرين: أولاً أن العلماء ورثة الأنبياء، فالعلماء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم. ثانياً أنني رأيت كثير من شباب الصوماليين اتجهوا إلى تعلم العلم المادي وتغافلوا عن هذا الشرف العظيم، فهذا يجعلني أتشرف كوني كطالب علم شرعي. وأيضاً وبما أن الوطن يحتاج إلى علماء قادة مفكرين ليوصلوا رسالة إلى هذا الشعب الذي يكثر فيه الجهل والقتل، فشعارنا معاً تعلم، فليس المرء يولد عالماً وليس أخو علم كمن هو جاهل. اسمي عبد الله عبد الناصر جامع حنف، وأنا أتيت من خارج البلاد. أنا طالب جامعي أدرس في جامعة هرمود خصوصاً في كلية الشريعة والقيادة. السبب الذي جعلني أرغب في دراسة هذه الكلية هو كالتالي: أولاً لجودة تعليمها، وثانياً أني أرغب بها، وثالثاً هي كلية فريدة من نوعها، فاسم كلية الشريعة والقيادة لا أعتقد أنني سأجدها في أي مكان في هذا العالم، كلية الشريعة والقيادة. وذلك فإن أغلب المجتمعات يقل فيها توافر الطلاب الذين يتعلمون العلوم الشرعية، ولكن في المجتمع الصومالي والحمد لله نجد كثيراً من الطلاب يلمون بعلوم الشريعة، ولكن ما زلنا بحاجة إلى طلاب أكثر فأكثر يرفعون الجهل عن المجتمع والأمة. وفي ختام كلامي أنصح من يدرس ومن يريد أن يدرس في هذه الكلية
أن يتحلى بالصبر والجد والاجتهاد والمثابرة والصبر والتصميم والعزيمة والإصرار على بلوغ الهدف لكي ينال ما يريد. هذا وأختم كلامي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.